وفي نهاية جولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمعرض باريس الدولي للكتاب، تحدث سموه لمؤسسة الشارقة للإعلام تلفزيون الشارقة حول أهمية مشاركة الشارقة في هذا المعرض. هذه المعارض هي نبع الثقافة إن كان في باريس أو فرانكفورت أو في لندن، ونحن نشارك ببعض المؤسسات الثقافية التي تعتني بالكتاب. وهنا في باريس نحن نصب إلى إيجاد أكبر عدد من الكتب المترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية خدمة للعالم العربي، كما أن هناك الآن برنامج تحت مظلة معرض الكتاب، وهو الترجمة من العربي كذلك إلى اللغات الأخرى إن كان ألماني فرنسي أو إنجليزي. وهنا يعني في هذا المعرض الآن مؤسسات كثيرة من حول العالم، وكلها تشارك وتتعرف على بعضها البعض، وهذه فرصة أنك تجمع هذه المؤسسات التي تعتني بالنشر كلها في مكان واحد وبلغات العالم، وأنك توجد لغتك العربية في هذا المكان وتكون أنت سفيرا للأمة العربية في المحافل الدولية. هذا أكبر إنجاز وأكبر تواجد وأكبر إثبات أننا نحن ما زلنا موجودون في هذا المكان مع هذه المشاكل والظروف التي تمر بالعالم العربي. صاحب السمو، كيف تجد المشاركة العربية؟ هل هي جيدة أم ما زالت ناقصة؟ ومع الأسف أن العالم العربي خاصة في السنة اللي فاتت والسنة هذه في تعثر في معظم المعارض الخاصة بالكتب، ومرة خاصة معرض الكتاب في مصر وهو أهم معرض الكتاب في العالم العربي ألغي السنة اللي فاتت، وهذه السنة اختصر على بعض الأيام، وبذلك يعني جذوة الثقافة العربية يعني من مصر بدأت تتأثر، ونحن نأمل إن شاء الله عودة مصر عودة حميدة إن شاء الله. أما هنا فنحن نلاحظ المشاركين في المعرض عدد كبير من العالم العربي، ولكن هنا تنقصنا نحن أننا نعرض بالعربية. نحن نقول أن هذه المؤسسات العربية تعرض باللغة الفرنسية حتى الآخر يعرف ويقتني الكتاب، وهذه وسيلة أنك أنت تصل إلى منبع صناعة الثقافة، وهذه فرصة لكل العاملين في مجال الترجمة مجال النشر أن يبادروا للمشاركة في هذه المعارض.